السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت ليه ناسي انك هتموت مع انك متأكد ان بعد 100 سنة من دلوقتي مش هيبقى حد موجود؟ ليه ما فكرتش ان ممكن ملك الموت يكون جاي لك دلوقتي في الطريق ومستني الاذن من ربنا عشان يقبض روحك؟ هل في يوم من الايام فكرت انك تقف عند قبر وتبص للقبر كده وتقول انا هخش في المكان ده سواء بمزاجي او غصب عني، رضيت ام لم ارضى، ومش هاخد معايا الا كفني وعملي بس؟ انت بعد ما كنت بتلبس احلى البرندات واغلى التيشيرتات، هو ده لبسك الكفن؟ جسمك ووشك هيعفن وهياكل الدود بعد ما كنت بتحط على وشك اعلى واغلى الكريمات؟ هل فكرت انك انت الملائكة هتجيلك وهتسألك عن كل صغيرة وعن كل كبيرة؟ الملائكة لا بتاخد رشوة ولا بينفع معاها واسطة، بل بالعكس هتقف وفلوسك مش هتاخدها معاك بعد ما كنت بتنام في أحسن شاليهات وبتقعد في المكيفات. هو ده بيتك الحقيقي؟ هو ده بيتك الحقيقي؟ أنا عايزك تفكر، انت جاهز انك تموت دلوقتي؟ هل انت جاهز؟ البنت اللي خربت الدنيا على التيك توك، انت جاهزة؟ اللي اكل الميراث، انت جاهز؟ اللي واخد حقوق الناس واكل حقوق الناس، انت جاهز انك تموت دلوقتي؟ اللي ما بيصليش ومقضيها، انت جاهز تموت دلوقتي؟ ادي فرصة انك تقف مع نفسك وتفكر، لانك كده كده هتروح المكان ده، كده كده هتنزل الحفرة دي، لكن ساعتها هتندم وتقول يا ريتني أرجع أصلي ركعتين، يا ريتني أسبح بس تسبيحة بس. ولكن كما قال تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون. فمن دلوقتي راجع نفسك وحاسب نفسك وكن مستعد إنك في يوم من الأيام هتنزل الحفرة دي. ودايما وأبدا ردد وقول يا رب أصلح قلبي وارزقني حسن الختام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.